الله سبحانه وتعالى يحتج بهذا المؤمن على الناس فيقول لهم: ألم يكن فلان بينكم؟ ألم تسمعوا بكاءه في الليل؟ يعني لماذا لم تقتلوا به؟ لماذا لم تسيروا بسيرته؟ أنتم تقولون بأنكم لا تستطيعون أن تفعلوا مثله؟ لماذا هو يستطيع؟ هل عنده شيء يختلف عما عندكم؟ نفس التركيب، نفس الجسم، لكن القضية في ماذا؟ القضية في التعلق بالدنيا. هذا الشخص تخلص من حب الدنيا ومن الشهوات، وأنتم تعلقتم بها، وهذا الذي جعلكم تكونون في مثل هذه الحالة من الابتعاد عنها. عندما نأتي لهذه الشخصية، هو مسلم، شخصية يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وآله يحب مسلم ويحب عقيل ويحب أبا طالب، يحب هذه العائلة لأنها قد أفنت أولادها في طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول عن مسلم: وإن ولده، أي ابن عقيل يعني مسلم، وإن ولده مقتول في محبة ولدك، يخاطب أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله يحب شخصا، فإن هذا الإنسان بلا شك ولا ريب من المؤمنين المتقين، لأن النبي صلى الله عليه وآله مقياسه مقياس سراوي: إن أكرمكم عند الله لا يفضل أحدا بنسب ولا لأي شيء من هذه المقاييس الدنيوية، لأنه صلى الله عليه وآله مقصوم، وإلا لو كان يفضل الناس على أساس النسب لما رضي بذم عمه أبي لهب. والحال بأن النبي صلى الله عليه وآله على ما ينقل عنه يقول: إذا قرأتم سورة المسد، يعني سورة تبت يدا أبي لهب وتب، إذا قرأتمها فادعوا على عمي أبي لهب. النبي هكذا يقول صلى الله عليه وآله: إذا قرأتمها فادعوا على عمي أبي لهب. هذا رجل انحرف عن الدين، انحرف عن الإسلام خلاص، وعلى ذات القضية: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من خلاص، وهو في الآخرة من الخاسرين والعياذ بالله. فإذا المسلم شخصية محبوبة عند النبي، يعني أنه من المحبوبين عند الله سبحانه وتعالى. تعال خلنا نشوف شو نستفيد من حياة مسلم. أولا، نستفيد من حياة مسلم بأن مسلم قد أطاع الإمام المعصوم من غير تردد في الأمر. أمره الحسين عليه السلام أن يخرج كسفير إلى الكوفة يستعلم أحوال، والكوفة مو بلد عالي، أنتم تعلمون شأن الكوفة وشأن العراق. العراق إلى اليوم، يعني اليوم اللي يروح العراق ويرجع منها سالما كأنما ولد من جديد. تفجيرات في كل ناحية، ومشاكل وقطاع طرق وداعش ومدريش وهالحكي كله. هذا من قديم الزمان، الأخطار موجودة في العراق. فلذلك نشوف زيارة الحسين عليه السلام من الزيارات التي لها أجر عظيم وتفضيل كبير، والروايات تؤكد على أنه لا تترك زيارة الحسين حتى في حال الخوف. من ترك زيارة الحسين خوفا من أحد رأى الحسرة والندامة يوم القيامة. اللهم ارحمنا زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. فإذا العراق بلد خطير، والكوفة أخطر وأخطر، لأنها غدرت بأمير المؤمنين سلام الله عليه، وغدرت بالإمام الحسن سلام الله عليه. وإذا مسلم لا توقفه كل هذه الأمور أمام أمر الحسين عليه السلام، بل يخرج مبادرا لطاعة كلامه سلام الله. وما روي من أن مسلم لما وصل في منتصف الطريق وكان معه دليلان فهلكا، وأرسل إلى الحسين كتابا يطلب منه إعفاءه. هذا كل رواية شبه موجودة، رواية تاريخية، بأن مسلم أرسل كتاب للحسين يقول له: اعفني
اعفني من هذا الأمر. والحسين عليه السلام أرسل إليه كتابا قال له: ما أظن أن ما منعك إلا الجبن، أو ما منعك عن هذه المهمة إلا الجبن. فقال: لا والله ما منعني ذلك، ولكن كذا وكذا. هذه الرواية كلها ملفقة يرفضها العلماء. ليش؟ لأنها لا تناسب شخصية مسلم. وإلا الحسين ليش يرسل من البداية؟ الحسين عليه السلام يرسل شخصا ويعطيه كل هذه الرسامات: إني مرسل إليكم أخي وابن عمي وثقتي والمفضل عندي، وثقتي من أهل بيتي والمفضل عندي. يعطي هذه الرسامات ثم يكون بخلافها؟ إذا المعصوم ما يعرف يعني، وحاشا. فإذا هذه الرواية من الموضوعات يرفضها علماؤنا. فإذا المسلم لم يتردد في أمر المعصوم وأطاع الإمام صلى الله عليه وسلم. وهذا نتعلم منه أنه يجب علينا أن نطيع المعصوم وألا نتردد في طاعة المعصوم صلى الله عليه وسلم، لأنه ترى طاعة المعصوم فيها النجاة في الدنيا والآخرة، فيها الصلاح للإنسان. الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا بها، وإذا خالفنا أمر الله سبحانه وتعالى فسدت حياتنا في الدنيا والآخرة. لأنه من كان مع الله كان الله معه، من كان مع الله الله سبحانه وتعالى يصلح أمره في الدنيا والآخرة. الأمر الثاني اللي نستفيد من حياة مسلم سلام الله عليه، بأنه لما وصل إلى الكوفة نزل في وين؟ نزل في دار المختار بن أبي عبيد الثقفي. ليش نزل في دار المختار؟ لأنه المختار كما تعلمون زوجته من؟ زوجته بنت النعمان، النعمان بن بشير حاكم الكوفة. وهذا إن دل على شفع إنما يدل على حنكة المسلم. نزل في دار المختار لأن المختار راح تكون دار أبعد عن الشبهات وأبعد عن الأخطار، باعتبار أنه شنو؟ باعتبار أنه صهر حاكم الكوفة. وصار في دار المختار كما تعلمون وسمعتم من الخطباء، وصار الناس يأتون إليه ويبايعونه، حتى بايعه في يوم واحد عدد كبير من الناس. هو سوى؟ أرسل كتابا إلى الإمام الحسين سلام الله، لأن الإمام عليه السلام أمره أن يستعلم أحوال أهل ويخبره بأمره، حيث أنهم أرسلوا إليه وهم يضحون بأنفسهم من أجل الحسين ويعلنون البراءة من بني أمية. فيشوف يريد يشوف صدق نياتهم، يعني من باب الاختبار الظاهري. وإلا الحسين عليه السلام من خلال إطلاع الله سبحانه وتعالى له على المغيب أتعرف بأمر أهل الكوفة وغيرهم. أرسل كتاب طبعا هذا الرسول الذي أرسل من قبل مسلم إلى الحسين عليه السلام لم يصل، قتل في الطريق، لم يصل إلى الإمام صلى الله عليه وسلم. أيضا ما نستفيده من حياة مسلم صلوات الله وسلامه عليه، بأنه لما صارت الشبهات تحوم حول المختار طلع مسلم وين راح؟ مسلم صار في دار هاني ابن عروة. صار في دار هاني ابن عروة. شو اللي صار؟ اللي صار بأنه ابن زياد لما وصل إلى الكوفة كان معه شخص يسمى مسلم ابن عمرو الباهلي. مسلم ابن عمرو الباهلي هذا من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم، هكذا على ما أتذكر اسمه. هذا جاي ويا ابن زياد. ابن زياد أخذه عمدا من البصرة. ليش؟ لأنه يعرف أنه لو يبقى هذا، وهذا من كبار الشيعة، يبقى في البصرة راح يقلب الناس على بني أمية. فأخذ بحجة بأنه من الوفد المرافق والداوية للكوفة. هذا مسلم في الطريق مرض، تظاهر بالمرض. ليش؟ حتى يعطل ابن زياد عن الذهاب إلى الكوفة، والحسين عليه السلام يسبقه إلى الكوفة فيأخذها ويستعملها. لكن هذا ابن زياد لم يعبأ بمسلم، تركه في الطريق مريضا.
ودخل إلى الكوفة. بعد ذلك مسلم لحق ابن سينا. وين راح مسلم؟ نزل في دار هاني ابن عروة. يعني صار هو ومسلم ابن عقيل في دار هاني ابن عقيل. مسلم التفت إلى مسلم بن عقيل، قال له إن ابن زياد صاحبي، ولابد أنه إذا عرف عني بأنني قد وصلت إلى الكوفة سيأتي إلى زيارتي، وهذه فرصة لابد أن نغتنمها. شنو هالفرصة؟ قال إذا جاء وجلس أنت اختبر، فإذا أشرت إليك بعض الإشارات، إذا أشرت إليك أخرج إليه واقتله بالسيف. وارح المسلم إن شاء الله. هاني ابن عروة أبدى كراهته لهذا، يعني ما حب أن ابن زياد يقتل في داره. هنا في هذه الحالة جاء ابن زياد وجلس، ومسلم أخذ يؤشر على مسلم بن عقيل ويأتي للأشعار، لكن مسلم بن عقيل لم يخرج ولم يقتل ابن زياد. فلما خرج ابن زياد وانصرف، جاء مسلم إلى مسلم الباهلي، قال له لماذا لم تخرج إليه وتقتله؟ ايش قال مسلم؟ هذا درس عظيم، لابد أن يعرفه كل إنسان يجاهد في سبيل الله، كل إنسان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، كل إنسان مؤمن يلتزم بهذا الدرس. قال له لأمرين، الأمر الأول قول النبي صلى الله عليه وآله: الإيمان قيد الفتك ولا يفتك. وهذا جاي لأن ضيف في المنزل نخرج إليه ونقتله، هذا مو الحاجة. شوف شلون هذه من أخلاق الأعداء. خالد بن الوليد نزل ضيفا على مالك بن نويرة، وتالي في ظلام الليل يغدو بهذا المؤمن، يقتله ويقتل أصحابه ويسني بزوجته. هذه أخلاق أعداء. أما أهل البيت ليس عندهم هذا العمل. فهذا السبب الأول، أنه لا يفتك مؤمن. والسبب الثاني ماذا؟ قال كراهة هاني له. المؤمن ماله له حرمة عند الله سبحانه وتعالى، لا يجوز لأحد أن يتصرف في أموال المؤمن إلا بإذنه. أنت تأخذ أموال أخيك المؤمن وتفسد بها وتفسدها وتفعل بها ما تفعل بغير إذن، من أجاز لك ذلك؟ بأي حق؟ إذا تتعدى على أموال المؤمن بغير حق يوم القيامة تبشر تطالب أمام الله سبحانه وتعالى، أو ترجع له حقه في هذه الدنيا وتطلب منه أن يعفو عنك ويسامحك. فلا يجوز لأي إنسان أن يتصرف في مال أخيه المؤمن أو يفعل في دار أخيه المؤمن شيئا بغير إذنه. أنت مو قضية التصرف في المال أو أن تفعل شيء في داره بغير إذنه. في الرواية بأن هذا الضيف إذا دخل إلى المنزل لا يجلس في أي مكان، لا يجلس إلا حيث يأمره صاحب المنزل. ربما تقعد أنت في مكان، هذا المكان يطلعك ماذا؟ على عورة بيته، مقابل دريشة، مقابل زيت. فلا بد أن تجلس في المكان الذي يأمرك. بعد إذا هو قالك تفضل وحياك في أي مكان شيء آخر. شوف إلى هالدرجة الإسلام دقيق في هذا الجانب يا إخوان. لا بد أن نمتاز بالورع، لا بد أن نمتاز بالتقوى. اعتداءات على أموال الناس بغير حق، ليش؟ كيف نريد أن ينصرنا الله سبحانه وتعالى ونحن نعتدي على أموال المؤمنين؟ لا نبشر، لا نحصل من وراء ذلك إلا على الضمان والمنكر. هذه خذها
حقيقة ثابتة عن أهل البيت. على كل حال كان مع ابن زياد كما تعلمون معقل، معقل هذا خادم عند من؟ عند ابن زياد من غلمانه، هذا كأنما حس بالحركة اللي موجودة، حس أنه أكو شيء يعني، فجعل يبحث ويتقص أخبار مسلم. جاء إلى من؟ جاء إلى مسلم ابن عوسجة، هذا الرجل معروف من شيعة أهل البيت، فسأله عن مسلم بن عقيل، وين يصير؟ وين مكانه؟ وأنا عندي أموال وعندي سلاح أريد أوصلها إليه. هذا بعد مسلم بحسن نية أخذ معقل وذهب به إلى دار هاني بن مروان، وصار معقل يجلس عند مسلم أول من يدخل وآخر من يخرج، ويكتب بهذه الأخبار كلها إلى ابن زياد، إلى أن ابن زياد ماذا فعل؟ أمر بأن يؤتى بهاني بن عروة. في البداية طلب من أهله أن يأتوا به، فقالوا بأنه مشغول مريض، بعد ذلك لا أرسل عليه بأن يأتي ولا بد أن يأتي، فذهب هاني بن عروة قال له أحضر لي مسلم، قال ليس مسلم عندي. طبعا الكذب من باب التوريد، والعفو الكذب من باب الخلاص من الظالم، ما في إشكال جائز. قال ليس مسلم عندي، فأخرج له من؟ أخرج له هاني، أخرج له معقل، وقال له أتعرف هذا؟ فعرف بأن هذا معقل ماذا؟ جاسوس لابن زياد، فعند ذلك اعترف وقال بأن مسلم قد جاءني مستجيرا فأجرته. وإذا بابن زياد يتكلم مع هانئ بكلام غريب، وأغلظ له كذلك هانئ في الكلام، فضربه ابن زياد على وجهه، ثم أخذه إلى حجرة من حجر الدار وحبسه. هنا مسلم بن عقيل جمع أصحابه وقصد إلى قصر ابن زياد، يريد أن يدافع عن من؟ يدافع عن هاني بن عروة. ومن قبل أن يأتي مسلم أتت عشيرة هاني أيضا تريد أن تدافع عنه، لكن ابن زياد بحيلة حيث أمر شريح القاضي أن يدخل إلى هاني في الدار، شاف في الدار جالس، وخرج إلى عشيرته وقال لهم أن هاني في الدار على أحسن ما يكون، هو مع ابن زياد يتبادلان الحديث. صرفوا، أما مسلم لا، مسلم كان يعرف حقيقة الغدر، أراد أن يدافع، لكن ابن زياد خرج إلى القوم الذين كانوا مع مسلم وقال لهم بأنه يزيد بن معاوية قد أرسل إليكم جيشا جبارا جاي إلى البيت، وأي واحد ويا مسلم بن عقيل هذا راح يقتل. فأخذ الرجل يأخذ بيد ولده، والأخ بيد أخيه، والأم بيد ولدها، والزوجة بيد زوجها، وهكذا أتخاذلوا عن مسلم. صلى صلاة الظهر مع جماعة وصلى صلاة العصر ونصلي لوحده، فلم يجد من يدله على الطريق، وهو بأبي وأمي غريب غريب، أخذ يمشي في سكك الكوفة إلى أن جاءت به رجله إلى دار امرأة مؤمنة تسمى طوعة، طرق الباب، خرجت إليه هذه المرأة المؤمنة، شوف عفة مسلم ورع مسلم، شلون لا يدخل دار أحد بغير إذن، الله أكبر. خرجت إليه طوعة، ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ قال لها يا أمة الله أنا عطشان. فجاءت إليه طوعة بكأس من الماء، شربه مسلم
دخل الطوع إلى الدار، بعد قليل خرجت وإذا مسلم جالس مكانه ما يضحك. قالت له: يا هذا لا أحل لك الجلوس على باب داري. امرأة عفيفة، امرأة مصونة، لا أحل لك الجلوس على باب داري بغير إذني. قالت: شربت الماء لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفت ببيوت الأجناب، شكلك كريم وشافتك يا شهم تنهاب، لهلك دروح القمر غرب والنجم دعاب. ليس لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة. قالت له: من أنت؟ فقال لها: أنا مسلم بن عقيل، خانني أهل الكوفة. أنت مسلم؟ تفضل على الرحب والسعة. وأدخلت مسلما في دار، هذه الدار كانت مهجورة لا تستعمل، دار منزوية. البعض كان يشكل على مسلم كيف أنه بقي في حال خلوة مع طوعه، لا هو بقي في دار منزوية، بيت حجرة منزوية، بقي في تلك الدار. ماذا كان يفعل مسلم؟ بقي ذلك اليوم وتلك الليلة في عبادة الله وطاعته، إلى أن غفت عينه قليلا فرأى في عالم الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين والحمزة بن عبد المطلب وجعفر، كل يقول: قل إنا إليك مشتاقون يا مسلم. فعرف بأن أجله قد قرب، شيع موالين. فلما كان الوقت متأخرا من الليل، جاء ابن هذه المرأة ويسمى بلال هذا الشقي، ورأى أمه تكثر الدخول إلى تلك الحجرة تتعاهد أمر مسلم، فقال لها: يا أمه، ماذا عندك في هذه الحجرة؟ حجرة ما تستعمل هذه. أثار فعلها الاستغراب والانتباه لها، فقالت: ما عليك، له عن هذا يا. فقال: لا بد لي من معرفة الأمر. فقال لها، فقالت له: إن في الدار عندنا مسلم بن عقيل. فسكت ذلك اللعين ولم يفعل شيئا، لكن شيع موالي ما أصبح الصباح إلا والخبر عند قصر بن زياد أخبر بأمر مسلم بأنه في دار الطمع. كان مسلم جالسا في تلك الحجرة، فبينما هو كذلك وإذا به يسمع أصوات الخيل والرجال قد أحاطوا بالدار. خرج مسلم من الحجرة، تقلد سيفه ودرعه، التفت إلى طوعة قائلا: جزاك الله عنا خير الجزاء، آويت آل رسول الله صلى الله عليه وآله شيع موالين، فأرادوا أن يقتحموا عليه الدار، فهجم عليهم هجمة وأخرجهم من الدار شيع موالين، وجعل يقاتلهم مقاتلة الأبطال، مقاتلة من عاف الحياة، وهو يقول: أقسمت أن أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، أبى بأن أخدع أو أغر. صحوة ناجوة مسلمة، فلم يستطيعوا قتال مسلم حتى أرسلوا إلى ابن زياد يستمدون منه الخيل والرجال، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يهزموا مسلم إلا بأن يصنعوا له حفيرة. صنعوا له حفيرة وغطوها بالدغل والتراب شيع موالين، فبينما مسلم يقاتل
واجرج على الله يا والنبي سيد الكون. عظم الله اجورنا واجوركم، اخذوا مسلما الى ابن زياد، فلما دخلوا على ابن زياد نظر الى قلة ماء باردة فقال لهم انا عطشان اسقوني ماء، فقال له احدهم لن تذوق الماء حتى ترد الحامية. شيع موالين، وقام شخص اخر فاتى بشيء من الماء الى مسلم، لكن هل شرب مسلم الماء؟ يا موالي يا مؤمن يا غيور، كلما اراد ان يشرب الماء اختلط الماء بدم ثنايا. فقال لو كان من الرزق المقسوم لشربته. ثم دخل على ابن زياد فلم يسلم عليه بالإمرة، بل قال السلام على من اتبع الهدى، فلامه بعضهم على عدم سلامه على ابن زياد. فقال له ابن زياد ما عليك يا مسلم، سلمت أو لم تسلم فإنك مقتول لا محالة. ودار بينه وبين ابن زياد كلام، فأغلق له مسلم في الكلام، فأمر به وصعد به إلى سطح الدار. شيع موالي، ما الذي فعل مسلم عندما صعد إلى سطح الدار؟ وجه وجهه ناحية الحجاز قائلا السلام عليك يا أبا عبد الله، سلم سلم على إمامك إلا العرفة، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك أيها الغريب. صعد أبو مسلم والدمع يجري من العين، وجه بوجه الفاجر بن زياد كلهم سلمون. أفرود وانتو يا أهلي عني بعيدي. اسمع على ماذا يتأسف مسلم ولماذا هو خائف؟ يقول لا أنا ما هيج أحزاني الذي جاري علي، أحزان الجيداك يا ابن الشفيق، خوف تجي ويصنع يا يار عليك الصاربي، وتضيع من بعدك يا ابن عم الخواتك. وصاح الدع ابن زياد فيهم لا تمهلون، جسد دبوه من قصر الإمارات.
ابتلاء تدرين منموت فانظري إلى هانئ في السوق وابن عقيل يا رب. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أجب المضطرين يا الله. اشف جميع المرضى من المؤمنين والمؤمنات، اخذ حوائجنا، اغفر ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، ثبتنا على ولاة محمد وآله الطاهرين وعلى البراءة من أعدائهم يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسرانا وفرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا أرحم الراحمين. المؤسسين جماعة الحاضرين وهم اللهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم يا كريم. وإلى أرواح موتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ الفاتحة تسبقها صلوات.